حاليا موجودين في مشروع جيو الواقع على شارع قاسين إكسبرس. طبعا راح نصور لكم شقة نموذجية عبارة عن غرفة وصالة مساحتها 91 متر مربع. طبعا التشطيبات النهائية راح تكون بالشكل هذا. أول ما ندخل على يدنا اليسار عندنا دورة المياه الأولى، طبعا شقة غرفة وصالة فيها دورتين مياه، تشطيب فندقي. طبعا الشقة تكون نصف مؤثثة تقريبا، يعني الستائر تكون موجودة اوريدي داخل الشقة. عندنا هنا الصالة، طبعا مفتوحة على المطبخ، يعني المطبخ عندنا نظام امريكي. طبعا غسالة المواعين، عندنا ايضا الفرن، العيون، الشفاط، كلها راح تكون موجودة من ضمن الشقة، بالإضافة إلى مكيفين، واحدة راح تكون موجودة في الصالة والأخرى تكون في غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، لها دورة مياه خاصة بها، طبعا الغرفة وصالة فيها أكثر من نوع. هذه مساحتها 91، طبعا في مساحات أصغر موجودة متاحة في المجمع. عندنا مجلس الخروج من الشاور كبير. مشروع جيو في منطقة مركزية قريبة جدا من مول في اسطنبول، قريبة أيضا من المراكز التجارية والفنادق العالمية، بالإضافة إلى قربها من مطار أتاتورك. طبعا هذا النموذج الثاني بالنسبة لمشروع جيو، غرفة وصالة مساحتها 61 متر مربع. أول ما ندخل على يسارنا مباشرة عندنا المطبخ، أيضا تكون مجهزة بالأجهزة الكهربائية. عندنا هنا الانترفون، النظام الذكي، طريق الكاميرا. عندنا هنا دورة المياه الأولى، تشطيب فندقي عالي الجودة. هنا عندنا الصالة، مساحة الشقة 61 متر مربع، بالإضافة راح تكون في تكييف موجودة داخل الشقة في الصالة، وأيضا في غرفة النوم الرئيسية. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا مفتوحة على الصالة من جهتين،